سكينه ديال البطاقه خويا فاجعه كارثه بزاف. راه الله وقف مع هاد الناس. هذا راه كيما الشرع البارح، راه جواد راه الوالدين ديالو والناس اخويا، راه حتى واحد ما تيبغي يعاون. راه البارح فاش كنا داك الدخان البياض وداك الشيء، حنا غير شفناه عرفنا لافويت ديال الغاز. لافويت ديال الغاز راه غير واحد، غير بريكه بوينته ديال الكارو صافي غادي تشعل. جينا هزينا لافامي ديال جواد، بعدناهم خرجنا، ميم با واحد 20 مينوت من بعد صافي الانفجار. الانفجار طلعت حتى الفوق. راه الناس راه كانت باش نبينوا الخسائر. الناس راه حتى الشركه المقابله الضرات، يعني هنا انفجار. ما ننساوش على ان ذوك العبوات ديال الغاز اولا هذوك السيترنات راهم حديد. ويعني خويا راه شوف، من غير هاد الخسائر الماديه الخساره الاولى راه كان الخساره النفسيه. هذا دابا شنو هذا؟ هذا راه 40 عام بريسك 40 عام وليدات، وغيبقى شنو غادي يقول؟ ما راه شي راه كارثه. راه الحمد لله والناس بزاف، واللي هنايا راه تفرقعوا عليهم الجاج. راه الطوموبيلات، راه الطوموبيل راه ماشي غير هذه، راه مرسيدس اخرى، راه كاينه مرسيدس اخرى، راه بزاف. راه الحمد لله حنا كنطلبوهاش من جهات المعنيه، راه حيت هاد لازون هذه راه واش انت عندك نهار الحد، نهار الحد كتلقى البشر جاي من كازا كياكل هنايا في لي ريستورون وواقفين هنايا في هاد المناطق هادو الزحام، وعندك هادوك لي سفير ديال الغاز تما، عندك هادوك لي سفير ديال الغاز، عندك هادوك لي سفير ديال الغاز، وميزابار هادوك لي سفير ديال الغاز عندك لي بايب بلين دايزين من تحت الارض. راه قوادس تحت من قوادس الدنيا هذه كلها قوادس هنا من تحت الارض. راه هنا راه اللور، راه ماشي العافيه غير هنا، راه لي سفير راه كلشي الدنيا هنا. راه شكون راه اوروزمون هاد الانفجار هذا غير من اون سفير اللي ديكلونشات في كلشي، ما كنتش داك الشيء من تحت كون راه كلشي تهز، كره فاجعه، كره العالم كيدوي علينا هنا، كره ان الله وان الى رجل، راه العالم دوا، راه فينا راه العالم دوا ولينا. راه المساله ديال الغاز وشركه الغاز يعني، ومعروف على ان مدينه المحمديه مدينه نفطيه، معروف على ان تواجد ديال المصفات ديال لاسامير، تواجد ديال ميناء، وكون كانت لاسامير عاوتاني كون بير. كره طرا لينا بحال ديال 2002 فاش كان الفيضان والعافيه شعلت في لاسامير. الناس اللي كانوا ساكنين هنا في محمديه راه غادي يعقلوا على هذه، فاش جا الفيضان والعافيه راه كلشي هرب. والبارح انا راه جاي من هنا وراه كنشوف الناس خارجه من البارك، هز السيكان ديالو وهرب. احنا اللي انا راه الدار غير هنا، احنا في ساكنه المنطقه، الدار هنا محل هنايا، راه ما قدرنا نمشيو حتى شي بلاصه. انا كنتعاونوا بيناتنا غير السكان ديال هنا وداك الشيء كيتعاونوا بعضياتهم، والحمد لله. وكنطلبوا من جهه المهنيه ومسؤولين اللي شادين هذه المدينه هذه يتحركوا شويه ويديروا شي حاجه بالنسبه لهذ البلاصه هذه، تمنع ولا ما يبقاش يدوزوا منا الناس، ولا ولينا نشوفوا هنايا راه محلات غيبداو هنا يبداو يدارو هنا. خطر على الناس، خطر على الناس، خطر على اولادهم هما الاولين، خطر عليهم هما، عاد علينا حنا يشوفوا في راسهم هما الاولين. شكرا اخويا، شكرا وكنشكركم بزاف والله يعوضكم خير. جواد خويا الله يعوضكم خير، خويا يونس حتى هو الله يعوضه في خسائر ديالو، السياره والمنزل وجميع الاثاث ديالو، رزقه كله مشى. نتمنوا فعلا على ان هاد الشركه اللي كانت مسؤوله على هاد الشيء هذا تواصل مع هاد الناس هادو، تعوض على الاقل بعد هاد الناس هادو اللي ضاعت لهم، يعني ضاع لهم الرزق ديالهم. ماشي من السهل الانسان بادي الحياه ديالو وكيتقاتل مع الوقت، كيجمع باش يصاوب واحد الفرياش، يصاوب يدير التلفازه، يدير الثلاجه، يدير فران، يدير يجي في عشيه وضحاها. المشكله دابا والله الا ما قديتش حمل حاجه اتات جديده، لا تقديتهم ولا تقديتش حمل حاجه، تقديتش حمل حاجه جديده، يلا فرش الدار، يلا صوتها ودا قادر الله. وعندي المدام حامله ويلا غتموت في هذه السيمانه ان شاء الله، يمكن في راس العام كنت جامع شي بركه، راه كلشي مشى. لا اله الا الله، الله يعوض كلشي. الشيء اللي كيمهم لحد النيه والوليدات وكلشي يخرج بخير، يخرج وليدات وصحيحة مزيان، هذاك هو. وشكر الله والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، شكرا لك. الحمد لله. مشاهدينا الكرام، مباشرة من لافاليز المحمدية، كما شفتوا معنا وكما تبعتوا معنا، كانوا هادو تصريحات ديال أحد الساكنة. وللإشارة مازال العملية ديال الإطفاء وعملية ديال توثيق الإطفاء من طرف رجال الوقاية المدنية مشكورين من الامس 6 د العشيه حتى لدابا، يعني بدون نوم بلا حتى شي حاجه هما خدامين. ما غاديش يقول لي البعض على ان هذه خدمتهم، لكن خصنا نشكروهم لانهم اضعف الايمان. اغلبيه ديال الناس البارح من ساكنه مدينه المحمديه كانوا كيفكروا على انهم يخونوا المحمديه يهربوا، لان المحمديه معروفه بالشركات ديال الغاز، معروفه بلاسامير المصفات، معروفه بدوك قوادس ديال الغاز اللي دايزين تحت الارض. قدر الله ما شاء فعل وستر الله سبحانه وتعالى. كما كتشوفوا معنا الخسائر ديال
انفجار ديال الامس بلغ حتى الجهه المقابله، الشركه اللي مقابله مع الشركه اللي وقع فيها الحادث، الحائط كله تخرب، المنازل شحال فيهم العافيه وتخربوا، كذلك الممتلكات ديال الساكنه ضاعت. كنتم معنا عبر المباشر ومن لافاليز مدينه المحمديه بالقرب من الشركه اللي وقعت فيها حادثه الانفجار وتسببت فيما رايتم من خسائر. لحد الساعه مازال ما شفناش شي بيان من عند الشركه او لا حتى من السلطات المحليه، لان السلطات المحليه ديال مدينه المحمديه ذكرت في بلاغ ديالها فقط الخسائر ديال الشركه ولم تاتي على ذكر خسائر ديال الساكنه. دمتم في رعايه الله والى اللقاء في مباشر اخر، والسلام عليكم.